هنايا وجدت دي ميني بيتزا صغيورين ديجا وجدت هنايا جينا عندي واجده قطعتها بهاد القطاعي. الا بغيتي ديروا دي ميني بيتزا سينو الا بغيتي ديروا الكبيره راه ممكن تخليوها هكاك كبيره. غادي نعمرها غادي نديرها بالطون ناخذ صنت لاصوص طوماط اللي كندير فيها مطيشه محكوكه وشويه ديال مطيشه الحك وشويه ديال الزعتر شويه ديال زيت الزيتون وشويه ديال الملح. دونك هادي كنخلطها انا لاصوص طوماط مع الطون. وعندي الزيتون حيد الكحل حيد ليه العظم وفلفله مقطعه دواور والفرماج احمر محكوك. العجينه كندير فيها عين الفوص شويه ديال الملح شويه معلقه كبيره ديال على حسب الكميه ديال الدقيق اللي غادي ديروا. انا درت كميه صغيره درت فيها معلقه الزبده معلقه ديال دانون عادي ودرت فيها شويه ديال الملح وشويه ديال الزعتر حكيتو هكا بين يديا وشويه ديال الخميره ديال الخبز ودلكسها مزيان وخليتها ترتاح حتى غادي نخدم بها. دونك انا قطعتها بهذه القطاعه. غادي نبدا بلاصوص طوماط هي الاولى مع الطون. من الاحسن تخلطوا الطون مع لاصوص طوماط باش كتجيكم ساهله وحتى الطون كيجي ملبس بهذيك لاصوص طوماط. غادي نحاول نخلي جناب شويه هنايا هاد الدواره ديال البيتزا غادي نخليها شويه باش يبان لكم. غادي نخليها شويه خاويه ما نوصلش ليها لاصوص طوماط وغادي نحاول ندور بها الفرماج احمر من جناب. غندور الفرماج احمر غير من جناب وغادي نتنيها نتني دوك الجناب ديال البيتزا على اساس باش ملي كطيب كيجي داك الفرماج في الداخل ديال البيتزا يعني في الجناب ديك العظه ملي كتعضوا البيتزا كيجي فيها الفرماج الداخل هي بحال هكا. بحال كديروا ضفيره من الجناب غير باش يدخل الفرماج اللي حطينا كنغطيوه بحال كنغطيو داك الفرماج اللي حطينا في الجناب. انا الفرماج درتو غير في الجناب وغادي ندير فلفله وغادي ندير زيتون كحل ونكمل البيتزات الاخرين اللي عندي. دونك الشكل هكا تيجي ملي كنجمعوا داك الطريفات ديال العجينه كندوروهم كنجيبوا الدوره وحنا كندورو في العجينه باش كيجي الفرماج لداخل هنايا في هاد العضه تيجي وسط منها الفرماج وكنعاودو نديرو لاصوص من الفوق ونديرو الفرماج احمر. وهادو درتهم صغيورين كيمكن لكم تنيوهم هكا على شكل بحال لي شوسون بحال هكا تيجيو مسدودين يعني يمكن لكم تشكلوها كيف ما بغيتو. غادي ندخلهم دابا للفران مي هادي تجي هائله تجي زوينه وحتى هاد الصغيورين كما قلت لكم يمكن لكم تنيوهم على جوج وتسدوهم بالفرشيط من الجناب كيجيو زوينين الا ما بغيتوش ديروا الفلفله. وغادي الفران درتو كيسخن على درجه حراره 160 وغادي ندخلهم شاعل من الفوق ومن تحت حتى يتحمروا وغادي نخرجهم. فوالا دونك ملي خرجت من الفران كتجي هاد الشكل داك الفرماج احمر هكا دايب كتجي رائعه هائله. نتمنى انكم تجربوها. درت هاد الشكل ديال الكوكياج درت هاد الشكل اللي كيجي الفرماج في الجناب درت هاد لي ميني بيتزا. دونك العجينه يمكن لكم تشكلوها كيف ما بغيتو. نتمنى يعجبكم هاد الاقتراح وتجربوه وتشاركوه مع احبابكم ونتلاقاو في وصفه اخرى ان شاء الله. الى اللقاء.